تلقى الدنيا سكر والطمع عندي بالملح أكتر تلقى الحكاية أبيض وأسمر الدنيا لونين ورضانا فطرة بشوف فيها أيام عمري وعشق هواها والقلب يدري وللمحبة ما مل صغري وامسح وجعها بألف زهرة وامسح وجعها بألف زهرة يا من تشوف الدنيا حلوة بالله قلي مش في حلاها حزن وبكا وسنين بلوى يمكن تزيد تقدر تراها القلب دقة والعين نظرة مرة مشكة ومرة مسرة هذه الحياة كلها مواقف مرات حلوة ومرات مرة مرات حلوة ومرات مرة أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم مواقف فأهلا وسهلا بكم اليوم ضيف حلقتنا هو ابن الساحل الأحمر يحمل في ثناياه أمواج الطيبة وشواطئ الإبداع هو فنان خلوق ومبدع ومتجدد شاهدناه في أدوار متعددة منها الابتسامة ومنها التراجيديا هو فنان متنوع الشخصيات وهو من مؤسسي المسرح في اليمن نرحب وإياكم بنجم حلقتنا لهذا اليوم الأستاذ محمد مقبل أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيكم أهلا بك يا أستاذ أماني وحي الطاقم الموجود وعلى رأسهم الأستاذ عبد الله يحيى إبراهيم ابن أخي وشقيقي وحبيبي وصديقي الأستاذ يحيى إبراهيم للشرف أننا معكم والله وإحنا كمان متشرفين والله نورت البرنامج الله يخليك أماني صد محمد كم لديك زوجات ها؟ كم لديك زوجات موجود السؤال هذا يعني ضروري ايه موجود وضروري تجاوب عليه تمام حلو يعني ما تشيناش روح الحديدة صح إلا بتروح ماله الحمد لله يعني أنا ما فيش معي إلا أم العيال هي أنا وهي يعني أزيد من 33 سنة وزوجتي وأم عيالي يعني ما أفكرش يعني بصراحة يعني بس إذا إذا في يعني عادي مش كده يعني أقول لك يعني عشرة عمر يعني مش معقول إنه واحد إنه يصيب أم عياله بعد العمر ده صحيح يعني الحمد لله أنا وهي في نعمة وفي نعيم ربت لي عيال يعني 9 أطفال نعمة ربنا يخليكم لبعض ويطول بأعماركم إن شاء الله أستاذ محمد ما تلاحظش إنه يعني طولك مضايق لك شوية والله شوفي بيني وبينك أوقات ما رضيش أدخل الحارة ليش؟ لأن أنا أتكشف ما أنا طويل يقولوا لي بعد الساعة 8 على طول تبان من بعيد بعد الساعة 8 تخرج الحارة طبعا الصلعة تحس انها مضايقة شوية ولا لا؟ الصلعة؟ ايوه بالعكس بالعكس شوفي وسيم ما شاء الله والله ولا فكرت يوم تزرع شعرك؟ ليش؟ يعني كذا يعني تقول لا يعني يكون لا معك لا شعر كذا شعر هندي بالعكس يا اماني قلدك الله كيف انا؟ وسيم خلاص ربنا يعطيك طولة العمر آمين آمين ننتقل وإياكم مشاهدينا الكرام إلى أولى فقرات برنامجكم مواقف نتابع مواقف مواقف عدنا إليكم مشاهدي الكرام مجددا وطبعا حابين نعرف إيش الموقف الكوميدي اللي حصل للأستاذ محمد من قبل أستاذ محمد إيش الموقف الظريف اللي حصل لك يعني ومستحيل يعني أن أنت تنساه شوفي في يعني في مواقف كثيرة حصلت بصراحة يعني بس في موقف ما أنسيش يعني خاصة في معي كان في معانا مسرحية اسمها مسرحية السجن أنا كنت أمثل دور الشاوش عام كم كانت؟ في 86 هكذا وبعدين
شاوش هنجمة وذا دائما يدخل يضرب العسكر، يعني يدخل يضرب المحابيس. عسكر ولا لا؟ ها؟ عسكر. يا الحين يعني انتم عاجب انكم الجلسات؟ يعني نخرج من الاول؟ كيف يخرج الاول؟ ما عندك تتريق علينا؟ وش ده؟ احنا جاهم شان ياكل؟ عشان شو ذا دابسوا بنا هنا بلا اكل؟ قالت باك عند مرته، مرته ولدن، واحنا ما نوطي له ولدن ولا حتى بابا، مشان ياكل احنا جياعوا. على شكل قلتك يا حكاك يا جني. قلتك يا حكاك والله ما في واحد منكم رجال. تديمك يا حكاك شرح ضربه. ما يشالش ضربونا بس ما فيش منكم ولا واحد رجال. من منكم رجال شهيد؟ من منكم رجال؟ بس تصدقش لا تصدقش لا ما قدر. تعال سيبك من هذا. بس تعال طلع نحيد واحد ويبوك يا ابن ناكل. طيب ولاد الشاوش؟ يا اخي ما شيتيش. اقول لك مرته ولدان هوش تأخر. اذا اتفقنا اتفقنا خلاص اتفقنا. ايوه طلعنا. ايوه قرب قليل. ايوه هيا ما بتفسر. الله 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 ما هو ما تفعلوا؟ ها؟ ما بتفعلوا؟ بتبصر من الطاقة؟ ما عندش داري ان اللي يبصر من الطاقة يموت يقتل. وين؟ انت يا اللي ما تسعش تشله تشله. انا مفروض ان نضرب الواحد ثلاث اربع ضربات. ذيك اليوم ضربت واحد ضربة واحدة بس. وانت ليش ما تقولوش؟ وانت مسجون قديم تقول لنا كوارث؟ ليش؟ ليش؟ ما عاد قدرش يمسك نفسه. لا هو المفروض يقصوا داخل السجن. والله يا شيخ مش قسمين بالله هذا شاف اللغه اللي اقول له. اصبر يا لا تصدق يا رب. اي عين قلت له؟ اي عين قلت له؟ اي عين؟ ايش العقبه بالضربه الثانيه؟ هرب من المسرح. اي عين قلت له؟ ليش ما تقولوش؟ ليش ما تقولوش؟ ها؟ كلهم هربوا المسرح فقط اللي انا فوق المسرح. واحد محترم حبوب صديق نفس المسرحية. أيوة يحب إنه يمزح معانا كثير دائما. وبعدين عمل لنا شيء معين، خرج العصا الذي هي من خرق وجاب داخلها واير وايرات. أنا أي حين افتهم لي الموضوع هذا ليش هربوا؟ بعد العرض. مش بعد العرض، لأنه الشاوش يموت يعني يهجموا عليه ويدخلوا يضربوه. ضربة واحدة بس حسيت بها انفلكت. حسيت ليش هربوا من المسرح؟ ايوه بسبب ليش؟ العصا. وكان شبعونا ضرب ضرب ما بعد ضرب. ظهري جلس ثلاث ايام مورم. اوه يا ظهري. حرام عليكم حرام عليكم. ما نش داري ان العصا داخلها سلك. ضربتونا. اوه يا ضاري امركم من الله. يعني انت ما نسيتش الموقف؟ ما نسيت. ضرب ضرب لما شبعت. جلست ثلاث ايام انا وهف. طب استاذ انت من النوع اللي يتفاعل يعني لو في معه مشاهد كده ضرب مشاهد يعني من النوع اللي يتفاعل كثير؟ او شوفي في بعض الممثلين ينسوا نفوسهم بهذه المشاهد. لا مش معقول للحد هذا انه ينسي نفسه. شوف الممثلين اللي يتقمص الدور 95 درجه الا خمس درجات اللي تكون شخصيته. ايوه هذا هو الممثل. اما تخرج عن نطاق هذا ناخذ جنان. طب انت ما يعني تجتمع انت والزملاء وكذا وتذكر هذا الموقف دائما؟ لانه شوف صدقي المسرح ما عاد داخلش فيه احد. صحيح والله. يعني من مؤسسين المسرح كنا 14، صار باقي من احنا اثنين، انا وعدنا الناشر العبسي، والباقي انخرجوا لأنه يشتي دوره عمل يشتي. صحيح للأسف الشديد. أستاذ سمعنا أنك تحب الشعر التهامي. أموت في الشعر التهامي. الشعر التهامي قصة بداية وسط نهاية. إيش من نوع الغزل أو في غزل؟ مرة يعني شخص عنده بنت حب أنه يشتي، كانت كبرت، كل ما جاء من واحد يشتي يتزوجها ها يشتي على ما في مزاجه.
لما يوم من الأيام البنت جلست أمام المرأة وشافت شعرة بيضاء، أبوه كان مخزن برا وشلب المدعى، ما حسب إلا من وراء طاق. أبا قال لها مال أبوك بأستينا فجأتينا مالك ما في؟ قالت أبا غزاني مشيب ذم زوج مشيب، كل بنت يابا إلا أني يابا تخصني من نقمة من طحن لم وريد حتى ذهب من نجمة. يا سلام. الشعر الثاني رائع رائع، وفي يعني يعني من كل شيء حتى صحيح. حصل مورث التهامي حلو جدا والله. استاذ هل يعني مريت بمرحلة حب في حياتك؟ احنا حبينا الفن صحيح بصراحة، يعني كان يعني شوف والله جبنا يعني للفن اكثر ما جبنا لعيالنا واكثر ما جبنا اكثر مما جبت لحياتك. نعم صحيح والله، وتعذبنا يعني تصوري من سنه 78 وانت في العمل الفني في المسرح صح، من 78 انا والاستاذ يحيى ابراهيم ونوري عنب الله يرحمه، الله يرحمه، وزملاء كثير محمود خليل عده يعني ناس كنا من مؤسسين المسرح، كنا ايام الاستاذ حسين الاسمر الله يذكره بالخير، ايام الاستاذه مديحه والاستاذ يعني كثير، سامحونا بعض الزملاء اذا انا نسيتهم. نعم لا اكيد، بس هم معروفين يعني هم اساتذه لنا واحنا ما تعلمناش الا عن طريقهم. صح. مشاهدينا الكرام خلونا نطلع الى الفقره الثانيه من برنامجكم مواقف، تابعونا. مواقف مواقف مواقف. مشاهدينا الكرام عدنا اليكم من جديد. طبعا الفقرة الأولى عرفناها من الأستاذ محمد مقبل اللي كان هو الموقف الظريف، الآن معنا الموقف الثاني من برنامجكم مواقف اللي هو الموقف الحزين والموقف المأساوي اللي يعني مستحيل حد ينساه. أستاذ محمد مقبل، إيش الموقف الحزين اللي ما خلاكش يعني تنساه طول عمرك؟ في كثير مواقف، بس في موقف ما انساه ابدا لما اموت. كنا نعرض المسرحيه اللي كلمتك انا منها، مسرحيه السجن. المسرحيه ايوه، والشخص هذا نفسه الذي حط لنا الواير هو نفسه حصل مقلب. يعني ذيك اليوم كنا معنا العرض يعني رقم 5 اعتقد. لا بلا بلا طول عمرك حمار. ادخل يا مسكر، فعل نفسك مسكر. خل لا بسرعة لا بسرعة لا ما يتشيك. لقد حكمت المحكمة عليك بالإعدام شنقا، نشنقك. أيوه. وبعد ما نشنقك نقطع يدك اللي سرقت بها. تقطع يدك وقد وميت؟ أي لأنه سرقت بها وبعدين أنت ما عليك خلق. جلس 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 وقتك بيتي يا بطل. قل قل هي قل زوبر زوبر ادلني وجه جلال. الله يرحمك يا زوبر الله يرحمك. اشل انا والله اجت الفرصه فيك يا زوبر. اطلع حبيبي اطلع اطلع ساعه عليك مش اطلع اطلع حبيبي اطلع. وش هوش حرام عليك، ايش هوش تقتلنا؟ حرام علي حرام علي، مطي نفسك زناطه. ها ركبت له المشنقه هنا في هوك، هوك يكون مربوط في المشنقه نفسها. ايه. هوك تحت وهوك فوق. اركب الهوك كذا ها، اضبط الكرسي اشتنك. على طول. عادي. لا زعلان! في هوك، هوك يكون مربوط في المشنقه نفسها. ذيك اليوم مش عارف انا ان انا ركبته ما ركبتهش، نسيت ما كانش يعني. الرجال اشتنق اشتنق حقيقي، يقول انا بموت انا بموت، وانا اقول ما شاء الله عبد الله
فكيت الحب ونزلته تحت. اصحي فيه عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله قوم عبد الله قوم. خلاص الرجال يعني ارجع اقول اسعاف 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 اسعفنا. بالفعل يعني موقف محزن جدا، يعني مستحيل تنساه، يعني خلاص هذه فقعت العمر خلاص. يعني انت تصوري لما تعملي يعني مشنقه في مسرح وتحصل لك الموقف هذا كيف؟ يعني خلاص لك الحمد لله. هل ما زال هذا الشخص او هذا الممثل يعني موجود على الساحه الفنيه؟ والله للاسف شاف ان الفن ما ياكلش عيش، انتقل لعمل ثاني. وجه تحيتي له من هنا للاستاذ عبد الله البحري واحمد عوض الزبيدي وعبد الملك والجنفذي وعدنان الناشر والزملاء الموجودين هناك الذي خرجوا، اتمنى انهم يرجعوا الى المسرح وزي ما كنا في الثمانينات. صحيح. وكان المسرح عندنا مستر في الحديدة. استاذ محمد مقبل، انت في الجزء الخامس من همي همك اديت بدور شخصيتين، وهو من الصعب طبعا على الممثل يعني انه يمثل شخصيتين، ايش سويت؟ الحمد لله يعني كان توفيق من الله سبحانه وتعالى واحمد الله واشكره ان انا اديت شخصيتين في مسلسل يعني همي همك خمسة. الحمد لله الحمد لله يعني وكان في نجاح للامانه يعني، وتميزت بين الشخصيتين يعني خاصه انه كان في فرق، يعني هو من الصعوبه انه الممثل يعني يؤدي شخصيتين خاصه انه في مسلسل واحد وخاصه اللهجه. صحيح. لما تكون هذيك لهجه بدويه وهذيك اللهجه مكسره يعني انجليزي. ايوه تعمل كيف؟ لا يعني كانت صعب جدا، لك الحمد لله الله وفقنا وملاحظات من الاستاذ فلاح والاستاذ فهد والزملاء كلنا كنا كادر واحد يعني في العمل. يعني كان في ملاحظات. وماذا عن شخصيه غيلان؟ شخصيه غيلان ذي كرهت الناس فيه بي. ليش؟ اقسم بالله العظيم والله يعني تصور انا خلصت يعني كنا اصلي في المسجد في رمضان والناس كانوا يتفرجوا للمسلسل بعد ما نخرج. واحد جنبي واحنا جالسين نصلي، السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، لفت لعندي قال نعل الله الراشي والمرتشي. وانا داخل المسجد مالك يا حاج؟ قال روح روح انت بعت بنت اخوك، روح روح. وانا داخل المسجد بزيت نفسي ومشيت على طول يعني، لاني كانت شخصيه صعبه جدا زي الحربايه. يتلون هنا ويتلون هنا ويتلون هنا. بس صدق انه يعني كل ما الجمهور كرهك كل ما يعني كل ما يعني دليل على انك وصلت الشخصيه بشكل جيد يعني بشكل ممتاز. الحمد لله هذا فضل ربي وفضل دعوه الوالدين. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. والفنان ضروري يكون شامل وان يتقن يعني يتقن دور، يشوف كل ما دقنت دورك كل ما حبت شخصيتك قريتها ما انت فيها حبيتها كل ما تأديها بامتياز. أيوة. صحيح كل ما أديتها بامتياز.
يعني مش ضروري انه كمان تكون يكون الدور قوي او الدور يعني الدور يعني قليل الحلقات، بس اللهم كل ما يكون الدور يعني تأدي الدور يعني بنية وتتقمص الدور اكثر واكثر، كل ما يزداد نجاحك اكثر واكثر. هناك شوفي يقول ما فيش دور كبير دور صغير زي ما قلتي، استنصلة في السكين. ايوه في ايوه في ممثل كبير وفي ممثل صغير. بعض الواحد يجيب كلمه صغيره في المسرح تحتفر في ذاكرة المشاهد الجمهور نفسه. الجمهور. طبعا الفقرة الثالثة من برنامج مواقف هو أنه الفنان يتحدى نفسه. طبعا بنشوف الأستاذ محمد المقبل بإيش بيتحدى نفسه بهذا البرنامج. طبعا أنت قابل يعني للتحدي صح ولا لا؟ مستعد؟ ما معكم من مصائب تحدي ومدري ما هو مدري ما هو، ما من تحدي تحدى نفسي فيما هو يعني انت بيقول لك يعني تحدي تتحدى فيه نفسك، يعني انت تشتي تحدي نفسك بايش؟ والله ما اقول لك الا خير، بعدكم يلا كمل قدو نهايه البرنامج على ربي تحديني تحدي. اوكي مشاهدينا الكرام راح نشوف الاستاذ محمد مقبل بايش بيتحدي نفسه ثم نعود اليكم. تحدى نفسك طبعا شفنا الاستاذ محمد مقبل كيف تحدى نفسه، ولا طلعت شجاع يا استاذ؟ مش بسيط مالك انت، مو تحسبي الدنيا لعبه. طبعا استاذ شوف جبنا لك العصير يعني علشان ما تقولش بعدين ان احنا بخيلين. لا 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 الله المستعان. كيف طعمه؟ الله والله العظيم حلو حلو. الله يحفظك يا اماني. امين يا رب ويحفظك ان شاء الله. امين امين. طب أستاذ كلمة أخيرة حابب تقولي؟ حاب أقول كل عام أنتم بخير بمناسبة العيد، وأحب أقول إن شاء الله بإذن الله أن يجمعنا عمل
ان شاء الله باذن الله اكيد. عمل زي ما جمعنا احنا انا وانت في عمل همي هم قمسة البدوي. صحيح. ان شاء الله سبحانه وتعالى نجمعنا في اعمال وتزول عنا الغمة، وان شاء الله نكون يعني يكون يعني لنا قيمة بين الفنانين الاخرين بصراحة. يعني احنا عندنا كوادر جيدة، مخرجين جيدين، فنانين والله كويسين جدا، نعم، اساتذة عندنا من الفنانين، دكاترة موجودين، بس ما الذي ياخذ بيداتهم ويرفعهم؟ اكيد ربنا بس يحفظ اليمن ويحفظنا معاها. آمين. وان شاء الله كل شيء بعدين بيجي. امين امين امين، كل شيء بيجي، كل شيء بيجي في وقته، وان شاء الله باذن الله بدايه خطوه جديده ان شاء الله. استاذ محمد، صراحه انا مبسوطه جدا ان انت يعني اليوم كنت معنا، يعني كنت مبسوطه جدا والله، ونورت البرنامج. الله يحفظك، وشكرا لكم، وشكرا للزملاء والمصورين والاخوان والمخرج المبدع حبيبي عبد الله، وان شاء الله باذن الله يكون المستقبل يكون لنا افضل باذن الله سبحانه وتعالى ان شاء الله. الى هنا مشاهدينا الكرام انتهت الحلقه، استودعكم الله في حلقه جديده وموقف جديد وفنان جديد، الى اللقاء. والله جديد. حلو. حلو. إن كنت تلقى الدنيا سكر، والطمع عندي بالملح أكتر، تلقى الحكاية أبيض وأسمر، والدنيا لونين ورضانا فطرة، الدنيا لونين ورضانا فطرة، بشوف فيها أيام عمري وعشق هواها والقلب يدري، وللمحبة ما وامسح وجعها بألف زهرة، وامسح وجعها بألف زهرة. يا من تشوف الدنيا حلوة، بالله قلي مش في حلاها، حزن وبكا وسنين بلوى، يمكن تزيد قد التراها، القلب دقه